الشحن هو 100% اصلا خايف. بص طيب الشقه الجديده دي ناس شنو؟ يلا سلام. استنيك ما غيبش. سلام. مين؟ انا انقذني تعال. انا انقذني. شو بدنا؟ مع اصوله عشان تجيب لي صبري. فين؟ مالك يا عم؟ انا ضغط راسي كثير. ايه اللي حصل لكم؟ انا ما مش عم احمد. لا يعني استاذ شد السلبي كان؟ سلبي؟ لا سلبي كتير. يا عم الحاج لما بندخل المفاتيح بتتعمل خفى. يا عم كنت بقول لسنين بيسهر حاطط مش عارف ايه هنا وكهربا بتولع. والله انا كنتش ولع ولا الكهرباء ولعت. طب الحمد لله يعني قدر ربنا يعني اللي هو مثلا انت حطيت المفتاح في اي حته ومثلا انت حطيت هنا فقعدت تدور على المفتاح. يا عم خلي يجيبني في سكانه مش ورايا. خلي اه رحت يوم بتحنا بس. بحنا. هنشوف ايه الحلم في الاخر يا عم احمد. هنشوف. هنا هو والله عايز اشوف. عارف ده عمال بستغفر من ساعتها لحد ما خلاص الظروف اللي عندي كلها راحت بعد الجن اللي صار يفقوا معايا. عايز انت في حالك انت عمال تقول ايه قاعد تبخر. شو شقه وقعد فيها صار يفاجئنا. ماشي كامل لبس خالص احنا والله من الموضوع دي انا اشوف مش عارف اتكلم خالص يا عم الكهرباء بتولع يا عم وجني بيصغر يا عم مش خايف عليا ده راح يجي رجع عندي 30 سنه تخاف من ايش انت تعمل مش مش تخاف من هاي انت طبعا معايا مش ماشي تقعد معايا برضه من بكره بعد. انا ما عملتش الجن. ايه؟ ما يبقى مش مشكلة بقى. خلاص. انت كده بس تقعد معايا. انت خايف يعني؟ لا تقعد معايا يا طعام يا مينا. اصبر بس اصبر اصبر اصبر. انا اخي انت خايف. ده مرعوب. لا انا خايف. بص من الاخر كده انا اخوي جدايا وعندي شغل هناك في اسيوط. بص انا اخوي جدايا. على فكره اخوي جدايا وعندي شغل في اسيوط وانت جايب من اخر الدنيا. انا ماشي بس لا ما تسيبني مع السلامه لا ما تسيبني مع السلامه لا مش تسيبني لا مش تسيبني والله ما عندي انا عندي شغل مش شغل في اخر الدنيا ما انا عندي كمان شغل وانا هم انا بص انا جاي معاك شغل في اصل اخر الدنيا والله ما علي لا لازم انا لا خد يا احمد يا احمد